السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة بقى للفوم والحاجات ديت. الفوم اهي بسم الله ما شاء الله. شوفي انا وريتك ان انا الخلفية بتاعتي دي ما لزقتوش اهو. شوفي اهو هو متطبق زي ما هو، حطيته هنا ليه؟ انا عايزة ابقى اتحرك بيه بسهولة، يعني اخده هنا احطه مرة هنا هنا على الازاز، في المطبخ مرة احطه في الصالة كده. لكن لو شلت اللزق بتاعه اللي ورا لازم تلزقيه. ممكن تجيبي لك انت كذا واحد وتلزقيه وبيتقطع بياخد المقاسات. خلاص دي فكرتي بقى، اه ده اللي انا بوضحه لك قصدي يعني. آه طبعا الناس اللي عايزين يعملوا خلفيات على الحيطة لقنوات هما بيظهروا فيها او ما بيظهروش، سواء انت عايزة مثلا، انا ممكن اعمل كده اهو كده ومن غير ما اظهر واتكلم، سواء بتعملي احاديث دينية، بتقولي اخبار، بتقولي اي حاجة، وبرامج المونتاج بقى تكتبي كأن الكتابة دي على خلفية تبقى على حيطة، انت فهمتيني؟ او على ارض مثلا. هنا في ناس كتيرة بيجيبوا ستارة، انا شفت ناس كتيرة بتعمل وراهم ستارة، بتعمل وراهم مشمع، بتروح جايبة السيراميك وعاملة حيطة سيراميك جديدة. لا ديت ده الفوم ده، تجيبي 2 فوم جنب بعض وهتبقى المساحة اللي ظاهرة وراكي في الفيديو مساحة محددة، هيبقى ده معمول للفيديوهات بس، فهمتي؟ اهو هتبقي انت مثلا واقفة في النص او واحد واقف هنا كده وراه. طيب الفوم بقى اهو الموجود في الشركة دي، على فكرة انا لقيت، يعني انا لما كنت بدور على اليوتيوب على اشكال الفوم لقيت في اشكال اكتر من كده، بس انا هوريك الاشكال اللي موجودة بالنسبة لها. اهو الابيض بتاعنا اهو، واسم المنتج اسم الدرجة يعني، وفي اسمر اهو، الاسمر ده انا بشوف القنوات بقى كلها عاملاه اللي هو ده، وفي درجات جميلة جدا. لاحظ ان الواحد ب25 جنيه وهما كلهم مقاسات واحدة، وده اللي هو يتعمل بحيطة، وبيتعمل كمان لأوض الأطفال، لأوض تعملي حيطة مثلا عشان العيال، بس هو هيبقى مكلف عليك. بس حلو يعني فكرة الحيطة اهي، الحيطة اهي بديكي أفكار بقى. في موديلات كتيرة غير الموديلات اللي احنا عرضناها مع بعض دلوقتي على فكرة في الفوم يعني. اه جميل الصراحة، بسم الله ما شاء الله، وبيبقى تخين كده ومليان ومحمل وبنغسل. في انا كنت بفكر، انا كنت جايبه دي وعايزه اعملها ورا البوتاجاز. في اشكال كتير على فكره، مش الاشكال دي بس، لان انا شفت اصلا ناس كانوا عارضينه واشكال. بيديكوا افكار بقى، انا لقيت ناس بتعمل فعلا رصاص وحاجات كتير. كنت عايزه اعمله ورا البوتاجاز، ففي واحده قالت بيسيح بالحراره وحرارة البوتاجاز والفرن، فقلت ان شاء الله هبقى اركب معاكم اللي هي السيلفر البكره دي، نبقى نركبها مع بعض يعني. وول ستيكر جميل جدا بسم الله ما شاء الله. في اشكال بقى جديده جميله، ممكن تعملي اللي انت عايزاه، تجيبيه للقناه تحتك، تجيبي مثلا 2 ولا واحد ابيض واحد اسمر واحد ازرق كده تشتغل بيه. او ما عندك الحيطه بتاعتك مثلا لو الدهان بتاعها واقع قديمه، تعملي لي كده بيتلزق، بيتقطع بيتلزق. ان شاء الله لو ربنا سهل كده ولقيت موجود منه تاني عرفت اوصل له يعني، ابقى الزق معاكم الحيطه دي. هو عامل خلفيه جميله اهو، ونشيل الاطباق بقى ونشيل الحاجات المركونة على الحيطة دي.